عمان ينضم إلينا سركيس تشوبريان وهو محلل الأسواق العالمية في إيكوتي جروب. سركيس أهلا بك وشكرا لانضمامك. يعني خطوة التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعني جاء بعد يعني الكثير من التعثر خلال الأيام الماضية، كيف ستتأثر به الأسواق؟ هل كانت تتوقع؟ نشاهد الأسواق الأوروبية على بعض المكاسب، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تستمر الأسواق الأوروبية في مكاسبها، وأي الأسواق الأوروبية تحديدا سيكون الأكثر استفادة؟ بشكل عام نرى تفاعل إيجابي مع هذه الأنباء في التوصل لاتفاق بخصوص حزمة للإنقاذ للاقتصاد الذي عانى بشدة من جائحة كورونا. لكن تفاصيل هذه الخطة يجب أن ننظر إليها من منظور آخر، وهو أن الأموال المتاحة على شكل منح مقدارها 390 مليار يورو، وهذا أقل من الآمال السابقة التي كانت تشير إلى احتمالية أن يتم الموافقة على 500 مليار يورو. وبذلك نرى مقدار التنازلات على الخطة التي وضعت، والتي رغم أنها بلغت 750 مليار إلا أن المنح تعتبر قليلة نسبيا. لكن لا شك أن الأسواق حاليا استقبلت هذه الأنباء بإيجابية نوعا ما، حيث أن وجود الخطة قد يخفف من آثار جائحة كورونا ومن التأثيرات العميقة على الاقتصاد. والمخاوف الكبرى كانت من أن يتسبب انتشار فيروس كورونا في عدة صدمات متتالية في اقتصاد منطقة اليورو وفي الاقتصاد الأوروبي بشكل كامل، وذلك لأن ارتفاع مستويات البطالة، ارتفاع المديونية، وكذلك تأثر قطاعات عديدة أهمها السياحة والنقل والصناعات ربما كان سيسبب ركود اقتصادي طويل الأمد. لكن مثل هذه الخطة ربما ستخفف نوعا ما من هذه الآثار المستقبلية حتى ولو لم تكن حل كامل للموضوع. لكن ما يجب النظر له هنا المديونية العالية لعدة دول في مجموعة اليورو ومنطقة اليورو التي ربما ستستفيد من هذه الخطة. لكن ما هي المخاطر المستقبلية التي قد تترتب على الجزء من الخطة المقداره 360 مليار يورو والمخصص على شكل قروض حتى ولو كانت بفوائد متدنية؟ فالأسواق المالية الأوروبية تتجاوب بالفعل إيجابا، لكن هذه الإيجابية محدودة نوعا ما. ربما تستفيد بعض الأسواق في مثل ألمانيا وأيضا مثل إيطاليا وإسبانيا، لكن هذه المكاسب ربما تبقى محدودة، خصوصا في حال ظهور أي ملامح إلى ركود اقتصادي ولم تكن خطة الإنقاذ كافية لإنقاذ الاقتصاديات من الصدمات التالية لما بعد انتشار فيروس كورونا. يعني هذه أيضا مسألة مهمة، ولكن سيد سركيس الأسواق في الوقت الحالي يعني على ما تبدو أنها يعني تميل حتى لتجاهل الأخبار السلبية مع كل التعقيدات التي شهدناها على مدار الأيام الماضية في هذه القضية، قضية حزمة التحفيز، إلا أن الأسواق وصلت يعني الأداء الإيجابي، حتى التراجعات لم كانت محدودة وشهية المخاطرة العالمية مرتفعة. نحن نتحول إلى وول ستريت، الأسواق أيضا في مكاسب، القطاع التكنولوجيا مستمر في مكاسب قوية للغاية. برأيك يعني مع مستويات التقييمات الخرافية التي وصل إليها القطاع في الوقت الحالي، هل يستطيع مواصلة الصعود؟ نعم، لننظر الآن إلى الفرص المتاحة للمستثمرين حول العالم. فلو نظرنا إلى أدوات الدين ذات عائد منخفض جدا، وأدوات لو ذكرنا السندات الأمريكية فالعوائد عليها منخفضة جدا، الودائع البنكية أيضا منخفضة جدا، وهنالك أيضا مخاطر من انخفاض القدرة الشرائية للنقد في المستقبل. فلا يجد المتداولون حاليا أي توجه أفضل من التوجه لأسواق العائد المرتفع حتى ولو كانت مخاطرتها مرتفعة نسبيا. وهنالك أمر مهم، إذا عدنا إلى الربع الثاني من هذه السنة وفي بدايته، كيف كانت توقعات الركود الاقتصادي؟ كانت متشائمة جدا، ورغم أن الركود الاقتصادي الذي حصل خلال النصف الأول من هذه السنة شديد وقوي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا تدل على أن الركود الاقتصادي ليس بالسوء الذي كان من المتوقع أن يحصل عليه، وهذا بفعل طبعا تحفيزات الفيدرالي الأمريكي وكذلك التحفيزات الهائلة من الحكومة الأمريكية. وهذا كله يصب في مصلحة زيادة دوران النقد، وزيادة دوران النقد في العادة يتوجه نحو أسواق الأسهم وأسواق العائد المرتفع. ورغم المخاطر التي تحصل، إلا أننا نشهد ارتفاعات متتالية منذ أواخر شهر 3 الماضي، وهذا الارتفاع بدأ حتى في خضم أزمة كورونا، وهذا تابع لترابط الدورة الاقتصادية مع دورة أعمال الأسهم، فدورة أعمال الأسهم تسبق في العادة الدورة الاقتصادية في فترة بين 3 إلى 6 أشهر، وبالتالي
وبالتالي ارتفعت مؤشرات الأسهم، حتى أننا نجد مؤشر S&P قد استطاع تعويض قرابة 90% من الخسائر التي تحققت خلال الأزمة والانهيار الذي حصل خلال شهر 2 الماضي. وبالتالي نلاحظ أن المتداولين شهيتهم مرتفعة للمخاطرة، لكن في نفس الوقت يحتاجون إلى ملاذات آمنة، وهنالك حالة من الترقب لأي بيانات سلبية. موضوع آخر مهم، وهو احتمالية إيجاد لقاح لفيروس كورونا في وقت أقرب مما كانت تخشى منه الأسواق المالية سابقا. فالبعض كان يشير سابقا إلى أن لقاح كورونا ربما سوف ينتج خلال 2021، بل ربما خلال 2022، لكن حاليا أصبحت التوقعات تشير مع اقترابنا من نهاية هذه السنة ربما سيكون اللقاح جاهز، وهذا بالتالي محفز أكبر للتوجه نحو أسواق الأسهم. وحتى إن كانت قيمها مرتفعة جدا وبعض الشركات مبالغ في ارتفاعها، إلا أننا كما نعلم قوة الطلب والعرض هي من تحكم التوجهات، وطالما بقيت الظروف الحالية ربما سنرى استمرارية في الاتجاهات السابقة. يعني على الرغم من هذه الحالة من شهية المخاطرة المرتفعة والواضحة بشكل كبير في الأسواق، إلا أن الذهب أيضا يواصل الصعود الآن، نحن نتحدث الذهب 1825 دولار تقريبا. والسؤال الآن بالنسبة للذهب، هل التضخم الذي يحدث في أسعار الأصول عالميا سيدفع الذهب للمزيد من الارتفاع كمخزن للقيمة؟ صحيح 100% باعتقادي بأن أسعار الذهب في اتجاهات صاعدة، وأغلب التوقعات تشير لاحتمالية استمرار الاتجاه الصاعد، تضخم الأصول هو واحد من الأسباب الداعمة لارتفاع أسعار الذهب. أود التطرق مرة أخرى، لطالما أشرنا إلى أن المتداولين عندما يتوجهون إلى أسواق العائد المرتفع مثل أسواق الأسهم يحتاجون إلى الذهب وبعض الملاذات الآمنة لخفض مخاطرة الاستثمارات في أسواق الأسهم. فكما نعلم الثقة في الأسواق المالية موجودة، لكن في نفس الوقت المتداولون حذرون جدا، وبالتالي يستخدمون الذهب لتقويم المحافظ الاستثمارية بنسبة مئوية في الملاذات الآمنة والتي منها أيضا الذهب، ولذلك نشهد طلب جيد على الذهب بين الحين والآخر، وخاصة مع استقراره فوق 1800 دولار. توقف الطلب لبعض الوقت ولأيام قليلة، لكن نرى عودة الطلب من جديد. هنالك أيضا موضوع مهم، أن خطط التحفيز من الحكومات والبنوك المركزية هي محفز أساسي لارتفاع أسعار الذهب، ولذلك باعتقادي استمرارية ارتفاع أسعار الذهب محتملة مع استمرار توجه البنوك المركزية والحكومات حول العالم لتقديم تحفيزات اقتصادية على شكل ضخ سيولة هائلة للأسواق، مما يستدعي طلب الذهب لحفظ القدرة الشرائية للنقد مقابل الارتفاع الهائل في أسعار الأصول عالميا. أنا أشكرك السيد سركيس تشوبريانا، وأنت محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا على هذه التحليل.